جايز، النهارده هوريكم طريقه سهله قوي تقدروا تغسلوا بيها فرش الميك اب، وكل اللي هتحتاجوه هي الفرشه اللي هتنضف طبعا وصابونه، بس الصابونه اللي هي الهارد دي مش الليكويد، فبس دي اللي هتنضف فرش كتير قوي وبسرعه، وبينضفوا بجد كويس وبيخلي الفرشه كمان ريحتها حلوه بعد ما تنضف. هوريكم بس على فرشتين لان البروسيس هي نفسها طبعا زي في كل الفرش، فعشان ما تزهقوش في الفيديو هيبقى قصير. دي فرشة فاونديشن برش، ما اوبيسلي هي متوسخة عليها فاونديشن، ودي فرشة بستخدمها للهايلايتر فبرضو عليها جليتر وكده، فهوريكم ازاي بينضفوا. اول فرشة هي بتاعت الفاونديشن برش، طبعا مش نظيفة فباخد الصابونة وبفتح المية واخلي المية تنزل على الفرشة وعلى الصابونة وانا بلف الفرشة. فتحت المية على الصابونة، بمسكها في ايدي في النص وبلف الفرشة على الصابونة، بينزل بقى الفاونديشن كده والفرشة بتاخد شوية من الصابون فبتنضف، وبعدين لما بلفها circulating motion كده بيوصل الصابون لحد جوه، بعدين على طول بشطف الصابون من على الفرشة اتأكد انه راح خلاص، وبعدين بعصر الفرشة والفرشة كده تقريبا خلاص نطفت وبسرعة جدا، وبتفضل ريحتها حلوة برضو بعد كده. بخلي الفرشة تنشف مع الهواء طبيعي من غير هيت او كده، بس بستخدم فوطة من ناشفة وبلف الفرشة حوالين الفوطة. زي ما انتوا شايفين الفرشة نتفت لان ما طلعش اي بواقي على الفوطة، فبعد الفها كده شوية لحد ما تنشف، وهي بتبقى لسه مبلولة بس بتبقى نشفت الى حد كبير، يعني بتبقى جاهزة انها تستخدم على طول. وبس هي طريقة سهلة جدا وبسرعة قوي. هوريكم الفرشة التانية الصغيرة برضو نفس الطريقة، باخد الصابونة بفتح المية وبلف الفرشة حوالين الصابونة، بعدين بشطفها من الصابون بعصرها، وبعدين بمسحها في الفوطة عشان تنشف شوية، وبرده ما بنكش اي حاجه على الفوطه لانها بتبقى نشفت كويس. وبس كده نبقى غسلنا فرشتين في وقت قصير جدا وبسرعه، وبيبقوا بينشفوا بسرعه. ممكن كمان تستخدموا سشوار عشان تنشفوها، بس السشوار مع الهيت ممكن يبوظ الجلو اللي بيبقى ماسك شعر الفرشه في الفرشه، فمع الوقت ما بيبقاش كويس قوي. بس يعني اذا محتاجين تنشفوها على طول ممكن تستخدموا سشوار عادي فهينشفها على طول. بس اذا فاضيين وعندكم وقت ممكن بس تسيبوها تنشف مع الهواء او تستخدموها على طول، لان هي بتبقى خلاص نشفت يعني مش بتنزل مية او حاجة، بتبقى اتعصرت completely. بس thank you so much for watching. Please like, subscribe and share. إذا عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر comment down below، قوليلي إيه الفيديوهات اللي عايزين تشوفوها بالضبط. في لسه كم فيديو إن شاء الله هنزله قريب، ف stay tuned. هحاول أبقى consistent أكتر في الفيديوهات and yeah. بس thank you so much for watching. Bye.